بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان السادس من امتحانات كتاب ذا اكزام الخاص بالمعاصر. اول سؤال بيقول لي اوان از ذا كواليفيكيشن جيفن تو سام ون هو هاز سكسسفلي فينيشد ان يونيفرسيتي كورس. المؤهلات اللي بيتم اعطائها لاي شخص بينتهي من دراسه في الجامعه دي اسمها ليسنس يعني رخصه، اكزام امتحان، ايجنسي اللي هي الوكاله، وديجري اللي هي الدرجه العلميه. الدرجه العلميه دي هي المؤهلات اللي معاك. السؤال الثاني اي ماي ا بيكنيك ويز ماي فريندز نيكست ويكند. انت عارف ان الكولوكيشن او الايديوم كله على بعض واسمه هاف ا بيكنيك، وبالتالي اي ماي هاف ا بيكنيك يعني ربما اقوم بنزهه. يو شود يور بيست تو كم فيرست نيكست اكزام. لابد عليك ان تبذل قصارى جهدك. يبذل قصارى جهدي اسمها دو مع بيست، يعني دو يور بيست، دو هيز بيست، دو ماي بيست، يبقى المفروض نقول دو. خد بالك في دو بيست وفي ميك ذا بيست اوف، هكتب لك المصطلح ده. ممكن اقول لك يو شود دو يور بيست، دي واحد. يو شود دو يور بيست يعني يبذل قصارى جهده. ممكن اقول لك يو شود ميك ذا بيست اوف او ذا بيست، ممكن نعملها ميك ذا بيست يوز اوف. الاولاني ده معناها يبذل قصارى جهده، لكن التانيين دول معناهم يحقق اعلى فائده او استخداما من. نرجع لموضوعنا تاني. رقم 4 after the earthquake بعد الزلزال they looked everywhere for anyone who was. بعد الزلزال هم بدأوا يبحثوا في كل مكان عن اي شخص يكون alive يعني على قيد الحياة، awake معناها مستيقظ او يقظان، ashore على الشاطئ، وalike يعني بالتساوي او متشابه. وطبعا ما تنساش ان في alive وفي living، والفرق بينهم في الاتي، ان كلمة alive دي لا يأتي بعدها اسم، لا يأتي بعدها اسم، لكن كلمة living برضو living لازم يجي بعدها اسم. فلو انت فاكر السؤال اللي كان جاي في كتاب الشرح كان بيقولك do you have any grandparent alive، هل عندك اي جد عايش، او do you have any living grandparent. الفكرة وما فيها ان living بيكون بعدها اسم وهي صفة، الايف ما بيجيش بعدها اسم وهي برضه صفه، فالاثنين دول صفات. طيب بعد كده رقم 5 I tried to catch up with the runner who was about 10 meters away of me. انا حاولت الحق العداء اللي بيجري يعني قدامي اللي كان على مسافه 10 كيلو متر امامي. امامي دي يعني ahead of me، ahead اللي نمبر بي نمبر سي. طبعا انت عارف abroad يعني خارج البلاد، away يعني بعيدا، aboard بتساوي on board يعني على متن. سحر is so sociable that she is known to everyone at school. سحر دي اجتماعية، في كل الناس اللي في المدرسة عارفينها. عكس كلمة sociable، sociable دي معناها اجتماعي، بتساوي كلمة extrovert. عكسها بقى كلمة من اللي هقولك عليهم دول introvert أو solitary، وهو مديني هنا solitary. Do you think he can achieve any progress relating to the subject؟ هل تعتقد ان هو ممكن يعمل اي انجاز فيما يتعلق بهذا الامر؟ السينونيم بتاع كلمة achieve، achieve يحقق أو ينجز، الكلمة اللي بتسويها install يعني يثبت، ignore يتجاهل، adapt يتكيف، يبقى fulfill معناها يحقق أو ينجز زيها زي achieve. His ancestors put a roots in Alexandria and lived there for hundreds of years. أجداده وضعوا جزورا، يضع جزورا فيه معناها إن هو انتقل لمكان معين وخلف عيال فيه، وعياله دول سابوا أو عملوا أسرة في المكان ده، فبيقولك وضع جزورا في مكان معين يبقى put down roots. The rice is in the bag is sold. انتبه ان هنا في الجملة دي ما ينفعش اجيب the بعد every اطلاقا. ثانيا both لازم بعدها اسم جمع، ورايس اسم مفرد لا يعد. each ما ينفعش اجيب each the rice ابدا، each زيها زي every في الحتة دي ان ما فيش بعدها فاصل. وبالتالي هقول لك all the rice يعني كل الارز اللي انت محتاجه بيكون موجود في الشنطة. امير has done او had done shopping going home. أمير تسوق إيه الذهاب للمنزل. في الاختيارات اللي في الجملة دي عليك تبقى ذاتي، هتستبعد before that وهتستبعد after that. إيه الفكرة في الموضوع؟ عليك تفهم الكلام ده وتكون عارفه كويس وفهمه، إن كلمة before that بتساوي after، بتساوي after، بس المشكلة إن after بيجي بعدها الفعل مضاف له ING، لكن before that لازم بعدها جملة. طيب نفس القصة وبنفس المنوال، كلمة after that بتساوي before، بس بيفور ممكن نجيب بعدها الفعل مضاف له ING، لكن افتر ذات لازم بعدها جملة كاملة. الحاجة التانية ان انت عارف ان بيفور بيجي بعدها الفعل مضاف له ING، وده بيكون حدث ثاني وقبلها حدث اول، فهو عمل الحاجة الاولانية دي قبل ما يعمل الحاجة التانية والعكس.
طيب عكس مع after يعني. انت بقى بتقول هنا امير تسوق قبل ان يذهب للمنزل، يعني عايز اقول كلمه بيفور اللي هي قبل، بيفور اهي. طب يا مستر ما هو after ده بتساوي بيفور. اه بس after ده بتساوي بيفور ولازم بعدها جمله، يبقى انت هنا تاخد بيفور. Your manager was angry because he phoned you 5 times yesterday and you didn't answer. المدير بتاعك زعلان وشايط لانه اتصل بك 5 مرات وحضرتك ما ردتش عليه. I told him that you sleeping. انا قلت له انت اكيد نايم يعني فعشان كده ما ردتش. اكيد كنت دي يبقى must have been اللي هي نمبر دي. طيب انا شايفك امبارح ماشي في الشارع الساعه 10، انت اكيد ما كنتش نايم يبقى كنت have been. You can't enter your room because it's now. انت ما ينفعش تدخل الغرفه لانها دلوقتي بيتم تنظيفها. لاحظ ان كلمه now دي دلاله على مضارع مستمر، فانت هتقول is being cleaned اللي هي نمبر A. طيب ليه ما ناخدش is cleaned؟ is cleaned دي بستخدمها في الحاجات بتاعت المضارع البسيط، بمعنى ممكن اقول لك مثلا my room، my room يعني غرفتي is cleaned every day مثلا، غرفتي تنظف كل يوم. every day دي كلمه داله على مضارع بسيط، وحتى لو مش موجوده وانت عايز تقول ان الغرفه من العاده من التكرار انها بتنظف كل يوم فناخد دي. لكن لما تقول لي is being كلين ده معناها تنظف الان، يعني ده حدث مستمر، لو انت رحت الاوضه هتلاقيهم شغالين وبينظفوا فيها دلوقتي. طيب بعد كده رقم 13، ماي جيوغرافي تيتشر اسكد مي اف اوتاوا ذا كابيتال اوف كندا. المدرس بتاعي سالني لو كانت اوتاوا ديت هي عاصمه كندا، وانت عارف ان العواصم والحاجات دي حقائق والحقائق مضارع بسيط، يبقى از. ذا كوفي تيست فيري ديليشس، القهوه طعمها لذيذ جدا. مين اللي صنعها؟ قبل ما احل السؤال ده عايز اسال السؤال ده في اكتر من سياق، في المضارع البسيط فاقول هو ميد او هو ميكس ات، ده لو معلوم. طب لو في المجهول فهقول لك هو از ات ميد باي، ده لو مضارع بسيط. طب لو ماضي بسيط هقول لك هو ميد ات من صنعها. طب لو مجهول بقى هتبقى هو ووز ات ميد باي. طيب عايزين نخليها مضارع تام، وهرجع اوضح لك فكره اكتر من ده اهميه. هو هاز ميد ات من صنعها، او اقول لك هو هاز ات وبعدين بين ميد، وانت هنا لو ما قلتش باي يبقى غلط، لازم تقول باي. ليه؟ اصل بتقولي بواسطه، بص انت بتقولي بواسطه وبعدين من، بواسطه من صنعت. عايزك تاخد بالك ان انت بتسال بهو دي بحالتين، ممكن اقول لك هو ديد يو ميت ده سؤال، وممكن اقول لك هو هيلبد يو. اللي انا عايز اوضحه لك في السؤال ده حاجه بس كده مهمه على السريع، هو انت ليه هنا قلت لي ديد فعل مساعد وهنا ما قلتش فعل مساعد؟ لو انت بتقول لي هو ديد يو ميت معناها من قابلت، انا بسال دلوقتي عن المفعول. لما نسال عن المفعول لازم ناخد فعل مساعد، لكن لما اقول لك هو هيلبد يو يعني من ساعدك، فانت هتقول ابي ساعدني، فابي ده فاعل، فلما نسال عن الفاعل ما بناخدش فعل مساعد. ركز، هو ديد يو ميت او هو هيلبد يو. طيب انا عايز اقول لك من اخذ الكتاب، يبقى اقول لك هو توك ذا بوك. طب ليه ما خدناش ديد؟ لاني بسال بقول لك من اخذ الكتاب، فانت هتقول لي احمد اخذ الكتاب. احمد ده موقوع في الجمله هنا ايه؟ فاعل. ولما يكون بنسال على جمله عن الفاعل زي ما انت شايف قدامك عن الفاعل، فانا ما باخدش فعل مساعد. دي حته من الحاجات اللي عايز تعرفها. المهم نرجع لموضوعنا، انا السؤال دلوقتي في المضارع التام، حلو؟ فانا بعمل ايه؟ ركز في اللي انا بعمله ده كده. انا جبت اداه استفهام وبعدين الفعل مساعد وبعدين الفاعل وبعدين كل الباقي. طيب هو نفس اللي القصه هيحصل هنا، هتقول لي هو هاز ات بين ميد باي، هو هاز ات ميد بين ميد باي، ولا هو هاز ات ميد باي او ميد بين باي؟ طبعا متلخبطه حتى انت تقراها غلط. هو ات هاز طبعا دي جمله خبريه، هو ات هاز برضه جمله خبريه، يبقى الاجابه رقم ايه؟ هو هاز ات بين ميد باي، نفس اللي احنا عملناه، هو هاز ات بين ميد باي. طيب بعد كده you would have paid a fine if it not your apology for the policeman. would have past participle يبقى حاله ثالثه، فانا عايز بعد اف ماضي تام. طب الماضي التام يعني had been، had والباست participle، فدي مش موجوده معانا ودي مش موجوده معانا. هنقول hadn't been for ولا had been for؟ ركز، المصطلح اسمه if it hadn't been for، اصل معناها بالعربي لولا، لو مش اعتذرت، فالمعنى منفي، فكده فعشان كده خدنا hadn't been. you can call me، ممكن تسميني او لو تتصل بيا. you won't even if at night، حتى لو في نص الليل، رن عليا وقت ما تشاء، يبقى المفروض whenever. طيب انا ممكن استخدم الباقيين دول ازاي؟ ممكن اقول مثلا واحد بيقول لك انا ههرب منك وعمرك ما تعرف تمسكني، فتقول له where ever you go، اينما تذهب I
will find you, هجيبك. طيب انت بتقول لي whoever helps you، بتقول لي واحد عشان تحبطه يعني، اي المكان اللي بيساعدك you will fail، هتفشل مش هتنفع برضو. او اقول لك whenever، whenever you want to visit me I'm ready، وقت ما تريد ان تزورني. ممكن اقول لك whatever you do، whatever you do يعني ايا ما كان اللي انت هتعمله I don't care، انا لا اهتم او لا اكترث. بعد كده القطع، there are a number of reasons why the current voting age of 18 should be lowered، بقول لك في اكتر من سبب علشانهم لازم نخفض عمر التصويت في الانتخابات من 18 سنة نخليه 16 سنة. A lower voting age، لما نخفض العمر في الولايات المتحدة الأمريكية ده ممكن يشجع دول أخرى إنها تتبع نفس المثال وتخفض العمر، وبدل من الناس اللي المفروض ينتخبوا يبقى عندهم 18 أبو 16 ينتخب. Many countries are discussing and or debating the pros and cons of lowering the voting age، دول كتير بتناقش في موضوع مزايا وعيوب خفض عمر التصويت. And if the United States give 16 year olds، خد بالك year olds دي مقصود بها الذين عمرهم 16 سنة، لو الدول أو الولايات المتحدة الأمريكية أعطتهم الحق في التصويت it will serve as an important example for the rest of the world، كل دول العالم هتمشي وراء أمريكا زي كالعادة. More importantly، الأكثر أهمية، if 16 year olds are old enough to engage in the other activities، إذا كان الأفراد اللي عندهم 16 سنة دول بيكون عندهم الكب أو السن المناسب والنضج المناسب إن هم يندمجوا في الأنشطة الأخرى، كلمة engage بتسوي كلمة involve يعني يندمج فيه ومعناها يتورط فيه برضو، then they are old enough to vote، يعني اللي بخليه عمره 16 سنة مناسب يعمل أنشطة تانية يبقى خلاص المفروض يصوت. In many other in many states، في كثير من الولايات أو الدول 16 year olds can work، الناس اللي عندها 16 سنة بتشتغل وبتحصل على رخصة قيادة and engage in many other adult activities، وبيتم دخولهم في أنشطة مختلفة للأشخاص البالغين، that makes them mature enough، ده معناها ان هم أصبحوا عندهم النضج الكافي ان هم يصوتوا. If at 16 A young person is old enough، لو في عمر 16 الشخص ده ناضج بالقدر الكافي ان هو يتحمل مسؤوليات العمل والمدرسة، then it is clear that they are responsible enough to make informed decision about politics and politicians، فلو الشخص ده عنده النضج الكافي انه يدرس اكيد عنده النضج الكافي ان هو يعرف يميز السياسيين والقرارات السياسية المختلفة. But the most important reason why the voting age should be lower، لكن اهم سبب ممكن نخفض عمر الانتخابات لاجله الى 16 سنة، it will decrease apathy and cynicism، يعني بقول لك ان ده هيخفض من مقدار اللامبالاه والسلبيه عند الافراد، while stimulating a lifelong interest، لانها بتبعث فيهم اهتمام مدى الحياه في مجال المشاركه السياسيه. Many young people feel as though their opinion doesn't matter، يعني انا عندي 16 سنه ومش نافع انتخب يبقى انا كده ماليش لازمه. By the time they reach voting age، ولما بقى يوصلوا عمر 18 سنه، they are often disenchanted with politics، يعني الافراد دول لما يوصلوا عمر 18 سنه اللي هو العمر الطبيعي ان هو ينتخب بيكون فقد اهتمامه في دائره السياسه اصلا، وبقى عندهم لامبالاه زي ما قلنا قبل كده وسلبيه. If the voting age was lowered to 16، لو عمر الانتخاب ده تم تقليله ل 16 سنه، young people would know that their opinion doesn't count، الشباب دول هيعرفوا ان رايهم does count يعني ذات قيمة أو له قيمة. They would be inspired to exercise their right، هيكون عندهم الرغبة والحماس إن هم يجربوا المشاركة في الانتخابات الانتخابات وفي السياسة، but throughout their life، مش بس في الانتخابات وفي الشباب، لا ده طول حياتهم. The long term results، النتائج البعيدة المدى، a much higher percentage of interested voters and better voter turnout، زيادة عدد المنتخبين والمشاركين في العملية السياسية هيزداد بسبب الشباب. Will benefit our entire nation، وده هيفيد مجتمعنا بأثره. السؤال الأولاني، The best title for the passage، أفضل عنوان ممكن نحطه للقطعة دي، A legal right for youth، حق قانوني للشباب، ولا impossible task، مهمة غير ممكنة مستحيلة، Voting disadvantages، عيوب التصويت، ولا تقليل التصويت، أكيد بتكلم عن حق مشروع للشباب. السؤال الثاني، We can infer that the word engage زي ما قلت لك معناها يندمج فيه او يدخل فيه، بتساوي كلمة involve اللي هي number B. exclude يستثني، disappear يختفي، include يعني يشتمل على، include و exclude عكس بعض، فلما قولك زي included me in the test يعني هم دخلوني الامتحان، عكسها excluded me from يعني استثنوني من الامتحان.
the last paragraph deals with آخر paragraph ده بيتكلم عن إيه بالظبط؟ نقط lowering the voting age. آخر paragraph بيتكلم بيقول لك لو عمر الانتخاب ده كان تم تخفيضه ل 16 سنة فده هيساعد الشباب وهيحمسهم إن هم يشتركوا بعد كده. يعني بيتكلم عن مزايا التصويت. The reasons ولا the demerits اللي هي عيوب ولا benefits فوائد ولا argument against يعني تعبير ضد يعني أكيد بيتكلم عن منافع أو فوائد. لأنه بيتكلم هنا بيقول لك إن العمر ده لو تم تخفيضه ل 16 سنة ده هيخلي الشباب يعرفوا إن صوتهم ليه قيمة وده هيحفزهم ويعملهم وكذا، يبقى الإجابة نمبر سي فعلا. If the United States lowered the voting age، لو الولايات المتحدة الأمريكية خفضت السن، معظم الدول اللي في كل العالم ويل هتعمل إيه؟ imitate يقلد ولا تتجاهل ولا neglect تتجاهل برضو ولا avoid تتجنب، أكيد هتقلد imitate. هو ما قالش في القطعة imitate بس هو قال لك لو الولايات المتحدة الأمريكية عملت كده فكل الدول هتعمل زيها، يبقى تقليد يبقى imitate. السؤال اللي بعد كده بيقول لك lowering the age of voting، لما نخفض عمر التصويت will increase the youth's age in political life، هتزود من الايه اللي عند الشباب في الحياه السياسيه، هتزود من اهتمامهم اكيد. طبعا احنا قلنا سينيسيزم وابثي طبعا اللي هي اللامبالاه طبعا السلبيه، وبعدين اللامبالاه ايزوليشن العزوه وانتر العزله وانترست اللي هي الاهتمام. ولما نخفض العمر بدل ابو 18 ينتخب لابو 16 كمان فده هيخلي فيه اهتمام بالحياه السياسيه. بعد كده بيقول لك lowering the voting age to 16 years in many countries، تخفيض العمر ل 16 سنه ايه في كثير من الدول، has been applied تم تطبيقه، is being totally refused ما زال مرفوضا، وما قاليش مرفوضا ولا قالك تم تطبيقه، ده بقول لك المفروض امريكا تعمله عشان نعمله احنا كمان، has become a law اصبح قانونا، is still being discussed ما زال يناقش، وقال لك في الجمله فوق ان هو لسه بيناقشوا ان هم يعملوا كده او لا. The writer thinks that young people should vote، الكاتب شايف ان الشباب لازم يصوتوا after finishing university بعد ما يخلصوا جامعه، لما بعد ما يخلص جامعه بقى عنده 20 سنه، before having a job قبل ما يكونوا عندهم وظيفه يعني بعد الجامعه 21 سنه، at the age of 18 وهم عندهم 18 ما هو ده الطبيعي، لكن هو عايزهم يصوتوا في عمر 16 سنه، يبقى نمبر سي. when the youth are able to vote، لما الشباب يكونوا قادرين على التصويت، they will have their a personality، هيكون عندهم شخصيتهم الاكيد dependent الاعتماديه ولا الاندبندنت المستقله، هيكون عندهم شخصيه مستقله. القطعة الثانية food addiction اللي هو إدمان الطعام، mindless eating الأكل بلا وعي إنك تأكل كتير، living to eat إنك تعيش عشان تأكل بس، they are all related كلهم لهم علاقة ببعض. it is a desire to consume foods ورغبة في إنك تستهلك الأطعمة تأكلها يعني، that are not necessarily the healthiest choices or the best quantities، إنك تأكل الطعام اللي هو ما بيكونش أفضل خيار صحيا أو الكميات الغير مناسبة من الطعام، or at times when our bodies don't really need food، او ان احنا ناكل في الفاضي حتى بالرغم ان جسمك مش محتاج طعام. do you like eating or you would like to follow a diet، هل انت بتحب الاكل ولا انت نفسك تعمل دي ريجيم. some people like eating food to be healthy and strong as it was believed that being overweight was healthy، بقول لك انك بعض الناس بيعتقد ان تناول الطعام عشان انك تكون صحي او قوي، او لانهم بيعتقدوا ان هو انك تكون تخين يعني شويه كده ده شيء صحي، حتى الناس قال لك يقول لك انت مسلو عليه كده اتخن شويه، فالناس معتقده ان التخين ده حاجه حلوه. but nowadays most people disagree with this viewpoint، معظم الناس اللي من دول بيرفضوا الفكره دي. on the other hand على صعيد اخر many people are fighting the battle to reduce weight، ناس كتير بتحاول انها تخس. studies are being performed، تم اجراء دراسات concerning appetite and how it is controlled by both emotional and biochemical factors، الناس بيعملوا دراسات عشان يثبتوا او يعملوا دراسات فيما يتعلق ب الابيتيت اللي هي الشهيه يعني، and how it is controlled، كيف يتم التحكم في الشهيه سواء بالجوانب الكيميائيه او العاطفيه. some of the conclusions بعض نتائج الابحاث may give us the ability to understand how to deal with weight problems، بعض الابحاث دي بتدينا القدره على ان احنا نفهم كيف نتعامل مع مشاكل السمنه. For example when several people were asked about their eating habits، لما سالوا ناس كتير عن عادات الطعام بتاعتهم. in times of stress لما يكون عندهم توتر او ضغط، 54% من الناس قالوا ان هم بيوصلوا reacted to stressful situations by eating، قالوا ان هم لما بيصبحوا متوترين او متعصبين بياكلوا عشان ينسوا يعني.
further investigations دراسات أخرى of both human and animals على كل من الإنسان والحيوان بيّنت إن مش الطعام which relieves tension مش بس الطعام هو اللي بيخفف التوتر أو الضغط but rather the act of chewing ولكن أنت الطعام ملوش علاقة بالموضوع ده المضغ بس هو اللي بيخليك تتخلص من الضغط والتوتر وأنت لما تيجي تأكل بتمضغ فمتخيل إن اللي بيعمل كده الأكل مش المضغ A test showed that extremely fat people الدراسة بيّنت إن الناس اللي هم السمان تماماً have a high sense of taste عندهم قدرة على التذوق and love more flavored food وبيحبوا الطعام اللي نكهاته عالية than thin people أكتر من الناس الرفيعة with the deprived of the variety of tastes extremely fat people are not satisfied and consequently eat more to fulfill this need الناس التخان دول لما قدموا لهم كميات طعام كبيرة ولكن ملهاش طعم الناس كانوا بأكلوا أكتر علشان يرضوا هذه الرغبة في التذوق يعني Exercise has been recommended. الوصية المهمة هنا التمارين عشان هي important part of weight loss programs. كلاس وجزء من فقد أو برامج فقد الوزن. However, it has been found out that اكتشفوا أن the mild exercise التمارين الخفيفة is a way to losing weight because of using the stairs. لأن استخدام السلالم مثلا بدل ما يطلع على المصعد أفضل من أنك تجري مسافة طويلة on a severe program such as running slowly. بدل ما تجري مسافات طويلة فانت اطلع السلم على رجليك وانزل على رجليك بدل المصعد Many people find it difficult to continue over long periods of time It also increases appetite بقولك ان بعض الناس او كثير من الناس يجدوا انه من الصعب الاستمرار في long periods of time في رجيم معين لفترة طويلة وده بيزود من الشهية اللي هو التمارين يعني The main idea of the passage is that الفكرة الأساسية في في القطعة دي هي أن we eat to live not live to eat إحنا بناكل علشان نعيش وليس بنعيش عشان ناكل فعلا ولا we live to eat إحنا بنعيش عشان ناكل يعني حياتنا كلها هدفها الأكل طبعا لا people eat to meet their hunger only الناس بيأكلوا عشان يرضوا الجوع فقط لا هو قالك بيأكلوا عشان يرضوا الجوع وساعات الأمراض النفسية people eat to consume their rotten food الناس بيأكلوا بدل ما يرموا الطعام المعفن ما قالش كده في القطعة السؤال اللي بعد كده We can understand from the passage that the word consume كلمة consume هو في القطعة هنا قال لك إيه consume foods يعني بيستهلك الطعام يعني بيأكله يعني معنى كده إن هي eat People think that eating too much is healthy عدد إيه من الناس بيعتقدوا أن تناول الطعام الكثير ده شيء صحي يا ترى more people ولا few ولا little ولا many بدأت نخليك عيال صيع ومخربش more وmany الاثنين ينفعوا لأنهم بنفس المعنى little ما تجيش مع people لأن people اسم لا يعد وبالتالي الإجابة few وفي القطعة قال برضو few what do you think relieves people in eating too much بقول لك في رأيك الناس لما تاكل كتير ايه اللي بيريحهم يعني في الاكل بالذات الشيرينج فود وقال لك ان تناول الطعام مش هو المريح المريح عملية المضغ هي اللي بتطلع التوتر عشان كده اخترعوا الكرة اللي بيضغط بيدينا عليها فتخفف التوتر we can have a good diet boy ممكن نعمل رجيم كويس عن طريق eating the healthiest food with any quantities ناكل الطعام الصحي باي كميات لا ما انت كده هتتخن برضو Eating very little healthy food ناكل كمية طعام قليلة ومحدودة ده حاجة نشك فيها انها تنفع Eating the healthiest choices with large يعني ناكل أفضل الأطعمة الصحية ولكن بكميات كبيرة Eating suitable quantities of healthy food الإجابة رقم دي طبعا أكثر إقناعا انك تاكل كميات مناسبة بس طعام يكون صحي The writer thinks that exercise is better for weight loss انك انت تعمل تمارين نوعها ايه عشان تخس هو في القطع هنا قال لك mild اللي هي التمارين الخفيفة طيب يا ترى معناها violent عنيف ولا extreme شديد ولا exhausting مجهد ولا moderate يعني معتدل أو خفيف يبقى moderate زي mild اللي في القطعة السؤال اللي بعد كده stress is not reason هو التوتر أو الضغط ده سبب إيه for eating too much سبب من الأسباب الإيه اللي إحنا بناكل mental ذهني emotional وجداني أو من الأسباب الوجدانية يبقى فعلا number B بعد كده رقم The sentence that summarizes the last paragraph آخر paragraph يا عم اللي هو فين exercise has been recommended as an important يعني بيحكي لك ان التمارين الرياضية او ممارسة التمارين الرياضية دي شيء مفيد لو انت عايز تخس طيب قولك doing exercise is beneficial to losing weight رقم ايه فعلا طب doing exercise is discouraged يعني شيء بنشجعك انك ما تعملوش الناس التخان ممكن تحكموا في شهيتهم عن اكتر من الناس الرفيعة it's likely to eat less food يفضل انك تاكل طعام اقل when there is no flavors لما ما يكونش فيه طعام او نكهة لا يبقى الاجابة رقم ايه التمارين الرياضية مفيدة لخسارة الوزن بعد كده نيجي على الترجمة وزي ما بنعمل كل مره اقول لك مين صح والباقيين غلط ليه طبعا هنا الاولانيه الاجابه الرقم دي صح تم منح العالم المصري احمد زويل كذا
طيب في الجمله بس عايز تاخد بالك، بيقول لك ذا ايجيبشن ساينتست احمد زويل ووز اوردد ذا نوبل برايز فور هيز ديسكفري. ديسكفري يعني اكتشاف. في الاولانيه بيقول لك لاستكشافه فدي غلط، وفي الثانيه قال لك لادراكه ودي غلط، ودي اختراعي غلط، لكن هو المفروض لاكتشافه. فانت العب على كلمه غريبه او كلمه بايظه في القطعه وطلع كل الباقي بيها. هنا رقم سي اللي صح، اللي هي ان قراءه الصحف شيء ضروري. طيب في الجمله الاولانيه بيقول لك تعتبر قراءه الصحف شيء واجب، ما قالكش واجب. طيب وبعدين قال لك العطش للمعرفه اسمه التعطش للمعرفه، العطش ده للميه بس، لكن التعطش اللي هي الرغبه فيه. رقم ب، رقم بي بيقول لك تمثل قراءه الجرائد اهميه، الجرائد والصحف واحد ماشي مفيش مشكله، لا ده كثير من الناس. فالعطش برضو غلط، ودي برضو قال لك العطش برضو غلط. وثانيا هنا قال لك اصبحت، اصبحت يعني كده الجمله ماضي بالرغم ان هو قال لك هنا از. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 35، الاجابه الصحيحه نمبر بي. الاولى غلط لاسباب، اولا the use of agricultural fertilizers and chemicals increased the amount. increased ماضي، لكن انا بقول لك استخدام المخصبات الزراعيه والمواد الكيميائيه يزيد مضارع، المفروض تبقى increases تبقى مضارع. طيب الجمله رقم سي برضو غلط، عشان هو بيقول لك but it has been healthy healthy، بالرغم انه قال لك لكنه غير صحي، المفروض كانت تبقى unhealthy. الاخير بيقول لك the use of agriculture مش عارف ايه كده amount of crops but it was، was دي ماضي، والجمله كده غلط، لان هو في الجمله المفروض تبقى it is. ليه؟ بيقول لك ولكنه يكون غير صحي، في فيرب هنا، في فيرب to be، كينونه مش موجوده، فطبعا عشان هي مضارع، وهنا عمل لك was فده غلط. ثانيا قال لك harmless برغم ان هو قال لك ضار يعني harmful، فتبقى غلط. غلط 36، الإجابة طبعا هنا الصحيحة رقم دي برضو زي ما بنعمل كل مرة، although social networking sites had appeared ماضي، برغم إن في الجملة بيقول لك بالرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت من فترة قصيرة، وطبعا ده الجملة ما فيهاش أي ظرف زمني يدل على الماضي، فالمفروض نترجمها مضارع تام، حتى الترجمة اللي إحنا اخترناها have appeared، فدي غلط لأنه عملها ماضي، ده رقم واحد. الحاجة التانية برضو هنا قال لك زي played ماضي، برغم إن هو في الجملة قال لك أنها تلعب، يعني المفروض تبقى play. رقم بي all social networking media have disappeared. طبعا خد بالك ميديا وديسابير المفروض تبقى appeared. ذات زي played برضه play تبقى المفروض play، يبقى دي برضه غلط. has appeared recently they play an important and influential role in individuals lives. رقم سي اللي فيها غلط كان بيقول لك ميديا، المفروض تبقى ميديا دي المفروض تبقى مكانها موقع التواصل الاجتماعي سوشيال نتوركينج سايتس، عشان مواقع يبقى المفروض تبقى سايتس. السؤال بعد كده 37، when you know the person well، طبعا الرايتنج لما تكون عارف الشخص كويس. انا هاف ان انفورمال بزنس ريليشن شيب، وبينك وبينه علاقه غير رسميه يعني حبايبك يعني كده واصحابك وديه يعني. يوز تو كلوز ذا بزنس ليتر، تستخدم ايه عشان تنهي الخطاب؟ خليك معايا، يور سينسرلي ويور فيستفلي وبيست ويشز، دول في الايميل الرسمي لما تكون بعته لمديرك. لكن انت بتبعت هنا لحد انفورمال وواحد بينك وبينه علاقه، يبقى تقول له باي. Which of the following sentences has the correct punctuation؟ مين اللي فيها الترقيم الصحيح؟ He knocked several times. No one came to the door. انا هنا في الجمله دي يعني هضطر اطلع شويه كده بره. معلش خليك معايا لحظه واحده عشان الموضوع ده نخلص منه، لانه بتكرر كل امتحان نفس الفكره. ممكن اقول لك I called my dad، اتصلت بوالدي. But he didn't reply. ركز معايا في الحته دي كويس، او انسر الذكور يعني. الجمله دي كده غلط بكل المقاييس. غلط ليه؟ لان حضرتك عارف انك لما تستخدم بط لازم تجيب قبلها كوما، فهنا ما استخدمش كوما وبالتالي هي غلط. طبعا عايز اخليها صح، اعمل كوما هنا. طيب يا مستر انا مش عايز استخدم كوما. خلاص انت الكوما وبط شيلهم هما الاثنين وحط مكانهم سيمي كولون. حلو كده. طيب تعال نشوف جملتنا هنا بيقول ايه بقى. هنا كده ذا سيفرال تايم، هو خبط على الباب مرات عديده ولكن لا احد جاء الى الباب، فالمفروض ان في هنا كوما وبط مش موجودين شلناهم، خلاص يبقى احنا مستخدم سيمي كولون. طيب ماي دوتر لافز موبايل فون، موبايل جيمز، اختي بتحب الالعاب الموبايل. ماي سان لايكس فوتبول، لا ده بنتي، دوتر بنتي بتحب العاب الموبايل، ولكن ابني بيحب الكوره. في ولكن هنا يعني في بط وقبلها كوما شلناهم، فنحط مكانهم سيمي كولون. وانا عايزك تحذر من فكره معينه، ان هو ممكن يديك سيمي كولون ويديك في الاخر علامه استفهام، فمعلش كلف نفسك وحاول تكمل الجمله للاخر، عشان رقم دي عمل الحركه دي اهو بالرغم انها جمله خبريه وطبعا ده خطا. 40، ان ايساي ذات بريزنتس انفورميشن، المقال اللي بيقدم لك معلومات. اور فاكتس او حقائق، ده بنسميه اي مقال فيه معلومات وحقائق اسمه اكسبوزيتوري، بيعرضك للفكره ويديك الحقائق بتاعتها ومعلوماتها.
ديسكريبتيف دي بيوصف لك حاجه معينه، بيوصف لك مشاعر وكده. ريفلكتيف انعكاسي، وناريتيف روائي طبعا. والموضوع كده خلصنا امتحان الحمد لله 40 من 40 ومفيش اخطاء. كده يا شباب خلصنا 6 امتحانات واحنا مستمرين في القطار، هنحل كل يوم امتحانين زي ما احنا ماشيين لحد ما نوصل. وانتوا هتبطلوا طبعا تذاكر، انا في فيديوهات هرفعها ومش هتسمعوها غير لما تخلصوا الامتحان الفيزياء، وتيجي بقى زي الشاطر كده من امتحان الفيزياء ليله امتحان الفيزياء تقعد معايا ما تسيبنيش. هتلاقي الامتحان بيتحل في نص ساعه وبطلع فيه كل الافكار وهفيدك ان شاء الله رب العالمين. اوعى تمشي قبل ما تعمل لايك للفيديو، ادعمنا كده باللايك للفيديو، انا سايب العيد وعمال اسجل لك حلقات اهو. يا رب يتمر فيك، اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.